الملك محمد السادس سيغيب عن القمة العربية بالجزائر. من المنتظر غياب الملك محمد السادس عن القمة العربية استنادا إلى ما تم تسجيله من غيابات مفاجئة وكبيرة لقادة عرب وزينين. وأكدت مصادر مطلعة وفق مجلة المشعل أنه من المرجح أن يغيب ناصر بوريط عن هذا الحدث، وستكتفي الدبلوماسية المغربية بتمثيل ضعيف. وكانت جريدة شروق الجزائرية قد سبقت توقعات بالقول إن القمة العربية التي ستنظم بالجزائر ستشهد مشاركة وصفتها بالقياسية للقادة العرب. وأكدت أن من بين القادة العرب الذين سيشاركون في القمة العربية الملك محمد السادس وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن أحمد وملك الأردن عبد الله بن الحسين، إلى جانب رئيس تونسي قيس سعيد والموريتاني الشيخ ولد غزواني والمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وبالنسبة للعراق فسيحضر الرئيس الجديد، أما لبنان فسيتحدد لاحقا اسم الشخصية التي ستحضر بسبب الانتخابات الجارية لانتخاب خليفة ميشيل عون، ما دام لا شيء يؤكد أنها ستناقش مشاكل العرب ولربما ستكون مناسبة لمناقشة نهاية البوليساريو وأذنابها. نشكركم على حسن المتابعة.